سيء شديد يعني الحرب الحاصل الحاجات الحاصلة احنا فيديوهات احنا تقريبا احنا بعيدين من الحاصل في الخرطوم لكن حاسيسنا معاهم ومشاعرنا كلها معاهم الحاجة الحاصلة دي مزعلانة شديد احنا لما نشوف فيديو او حاجة زي دي او صور يعني نزع حقيقي عن الخرطوم يعني تقريبا هي مركز السودان فالحاصل يعني الحرب والثنائي ضيعت آمالنا نحن ذاتنا كشباب لكن يعني احنا متمنين ان يكون بكرة افضل ان شاء الله تنتهي نرجع نعمر السودان نعمر الخرطوم نرجع افضل من اول واحسن من زمان واحسن من كل حاجة ان شاء الله كل حاجة ترجع كويسة وترجع احسن.